بريس 29 ستاسبورغ الدوري الفرنسي الدرجه الاولى. شنا كيفاش الاسبوع 16 وين شنا كيفاش المباراه هذه اللي تلعبت بكل قوه. شنا كيفاش ستاد بريست 29 نقولوا بريست. شنا كيفاش بدات المباراه من الدقيقه 21 وين شنا كيفاش الشوط الاول انتهى بهدفين لصفر. الشوط الثاني شنا هدف ثالث. يعني نقولوا باللي التشكيله تاع ستاد بريست 29 اللي دخلت ب 4-3-3. اوليفر ديال المدرب هذا تاع ستاد بريست. التشكيله تاع ستادبورغ اللي دخلت ب 4-1-2. شفنا كيفاش تيريوري اللي دخل بهذه الخطه، خطه اللي نجح فيها السيمانه اللي فاتت وشفنا كيفاش فاز بها. لكن هذه الخطه اليوم شفنا كيفاش كانت المباراه اللي كانت قويه. شفنا كيفاش نقولوا باللي كانوا الاحصائيين كنا نتكلموا الاحصائيات وين كانت في صالح بريست. وين شفنا كيفاش كانت رغم ان الشوط الثاني وين ستاسبورغ وين لعب بقوه وين دخل بخطه مغايره وين لعب ب 4-1-4-1 غير الخطه تاعو. يعني كانت المباراه نقولوا باللي المباراه اللي شفنا 51% لستاسبورغ، شفنا 49% لستاد بريست 29. شفنا كيفاش كانت المباراه، يعني شفنا كيفاش جوليان المدافع، شفنا كيفاش كوتيرار الحارس تاع ستاد بريست يعني كان وين قاضى المرمى تاعو. شنا جوليان، شنا جان شار، شنا بيل، شنا بول، يعني ابراهيم ديالو، شنا كريستيان المسجل. نقولوا بلي مسجل ثلاث اهداف هذا اللاعب كريستيان اللي يلعب خط وسط ميدان هجومي. يعني اليسكندر ماندي جيتان يعني اوريفان كاردون. يعني كانت المباراه وين شفنا ماتيس، شفنا يعني هاريس بالقبله كان في الاحتياط. فانيك ما ننساوش وين ديميتري اللاعب تاع ستاسبورغ، شفنا كيفاش ماتيس سيليس الحارس، شفنا محمد سيميكان يعني لامين كوني، شنا ستيفان. يعني المباراه اللي كانت قويه، مباراه اللي تلعبت شنا يوسف فوفانا جان يعني ادريان ابراهيم سيسوكو، شنا نونو دي كوستا ليبو. يعني كانت المباراه اللي كانت قويه، مباراه رغم ان ذلك شنا كيفاش ستاد بريست وين عرف كيفاش يسجل ويحافظ على النتيجه. رغم ان ستاسبورغ وين الشوط الثاني نقولوا داروا الشوط الثاني لان كانوا مسجلين ثلاث اهداف ستاد بريست. يعني الاسكندر اللي سجل في الدقيقه، الاسكندر ماندي اللي سجل في الدقيقه 21، شفنا كريستيان بوتيشيو اللي سجل في الدقيقه 46، كريستيان بوتيشيو اللي سجل في الدقيقه 53. يعني كانت المباراه شوط اول شفنا هدفي، الشوط الثاني شفنا المباراة كيفاش كانت، مباراة اللي كانت قوية، مباراة كانت حسب الإمكانيات تاع اللاعبين، حسب الإمكانيات تاع الأندية في زوج ستاسبورغ، شفنا ستاد بريست يعني كيفاش كانت في ميدانه أمام جمهوره وين كانت المباراة، مباراة كانت لصالحهم. نقولوا بلي اليوم تيروري اللي خطة دارها معقدة وين عاود رجع حساباته في الشوط الثاني ولعب ب 4-1-4-1، خاطر الشوط الأول لعب ب 4-1-2-1-2، الشوط الثاني عرف كيفاش يسيطر، ماشي يسيطر، سيطرة طفيفة من أجل تقليص أو تعديل النتيجة. هذه هي ستاد بريست 29 ستاسبورغ الدوري الفرنسي الدرجة الأولى الجولة 16. سعيتو.